إذا تطاولت الولايات المتحدة الأمريكية على إيران أو على العراق أو على اليمن وخاصة على إيران، إذا تطاولت واستهدفت أي موقع من المواقع الإيرانية عند ذلك، فسوف ندخل إلى المرحلة التالية من مرحلة الهجوم، وهو ما تفضل به الأستاذ جمعة كاستهداف القواعد الأمريكية. اليمنيين عندهم بنك أهداف واسعة وكبيرة وقريبة إليهم من القواعد الأمريكية، سواء في البحرين أو في عموم الخليج وسائر المناطق. كذلك الحال إيران، إيران صواريخها موجهة إلى القواعد الأمريكية، وأيضا بالنسبة للأخوة العراقيين أنا لا أستبعد أنه يتم استهداف القوات الأمريكية الموجودة، ليس بالصواريخ، يتم استهداف المصالح الأمريكية، الشركات الأمريكية، القوات الأمريكية في داخل العراق. يعني الآن نتحدث عن حرب، الآن نتحدث عن حرب بهذه الطريقة، بهذه السيناريوهات اللي تحدث حضرتك عنها، نتحدث عن حرب، وبالتالي ذهبنا باتجاه ما يريد نتنياهو اللي تفضل به الأستاذ نعمان قبل قليل. نعم، بالتأكيد أنه إذا تطاولت الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بالرد على هذه الضربات بمهاجمة إيران أو مهاجمة إلى الآن القوات الأمريكية لم تهاجم قواعد أو عناصر حزب الله، لكن هذه المرة إذا تطاولت وهاجمت حزب الله وهاجمت إيران، عند ذلك سوف يكون الأمر مختلف جداً.